السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك واشتراك. دائما مع قصص الاستغفار. يحكى أن امرأة توفي زوجها عنها وهي في 30 من عمرها تقريبا، وهذا الزوج لم يترك لها مصدر دخل، لها أي مصدر يعني تقتات به أو يكفيها هي وأولادها. فوصلت بها الحاجة ووصلت بها الفاقة والفقر إلى درجة البكاء. ذات يوم وإذا بها تبكي، سمعت شيخ بالراديو يتكلم عن فضل الاستغفار، وأن الاستغفار من الأسباب التي تنجي من الهم وتنجي من الغم، ويبدل الله عز وجل بسببه الحال من حال إلى حال. لذلك هذه الأخت داومت على الاستغفار كل يوم، وما إن مر 6 أشهر فقط حتى جاء تخطيط لجميع أملاكها. يعني زوجها كان تارك أراضي، لكنها أراضي يعني في أماكن لا علاقة لها بالمشاريع، فجاء تخطيط لذلك الأراضي التي كان يملك زوجها، وكان الناس لا يبهون بها على أن هناك أحد الأثرياء سيقيم هناك مشاريع. فجاء ذلك التخطيط، وكانت جميع الأملاك قديمة، وإذا بالمشتري يعرض عليها الملايين مقابل هذه الأملاك، واشتراها منها بأموال طائلة. وقد تبدل حالها من حال الفقر والهم والأحزان إلى الغنى والسعادة والفرح. فيا إخوان، لا تيأسوا أبدا من روح الله عز وجل، لا تيأسوا، ألحوا على الله عز وجل في الدعاء وأكثروا من الاستغفار، فإن الله عز وجل رحيم كريم سبحانه وتعالى. والسلام عليكم.